السلام عليكم، شلونكم اخواني؟ يا رب تكونون بخير ومرتاحين. اليوم شوي عندنا محاضرة بالباطنية، طبعا هي صراحة صعبة تعتبر بالنسبة لبقية الطلاب، بس انتم ان شاء الله عليكم راح تكون اسهل ما يمكن، فاريدكم وياي تركزون. بالبداية راح نجي ناخذ وصف للجيت او الامراض، يعني الخربطة مال المشي، ديس اوردر ان جيت، الامراض تصيب تسوي خربطة بالمشي. يقول لك ديس اوردر ان جيت، الامراض او الشغلات تسوي خربطة بالجيت. abnormalities in how a person walk، خربطة راح يصير بمشي المريض. can be due to any of numerous neurological, musculoskeletal and or medical underlying. شوفوا شباب، احنا ايش عندنا؟ عندنا نقسمها هيك، هاي الابنورمال جيت اسبابها ثلاثة، هاي الخربطة بالمشي اسبابها ثلاثة، يا اما نيورولوجيكال يعني مشكلة عصبية نيورولوجيكال، يا اما ماسكولوسكيليتال عندي خلل بالعضلات والعظام سكيليتال، يا اما سبب مالتها ميديكال يعني شغلات ثانية، مضروب ضربة، مدعوم، شو شنو ماخذ علاج مسوي خربطة، يعني هاي اذا الاسباب. فاذا ال disordering gait هي abnormalities in how to person walk can be due to، السبب مالتها احتمال يكون neurological مشكلة عصبية musculoskeletal عضلية وعظام and or medical underlying condition، يعني شغلات لها علاقة علاج ماخذ مضروب مدعوم شو شنو شغل امراض ثانية تسببها. And can potentially lead to falls، يعني ممكن تسبب هاي انه الشخص يسقط على وجهه، يسقط من يمشي يوقع ما يقدر، impaired mobility ما يقدر يتحرك، and reduce quality اوكي تقلل الجوده مالته. تمام. اذا هسه شنو هي الديسوردر ان جيت؟ خربطه بمشي المريض سببها يا اما عصبي يا اما مسكولوسكليتال يا اما ميديكال، تخلي المريض يا اما يوقع على وجهه يا اما ما يقدر يمشي يا اما تقلل الكواليتي، يعني شلون نقول الجوده مال المشي مالته، يظل ما يمشي بصوره زينه. اوكي سم تشينج ان جيت may be a normal process of aging. اكو بعض الاشخاص من يكبرون هو يعني normal aging، يعني من يكبر يبدو واحد مشي تصير صعبه، يصير عنده ريديوس بالموبيلتي، تقلل الحركه مالته، هاي شيء طبيعي يعني مو سببها مرض. اوكي احنا راح ندرس سببها امراض، ما راح ندرس سببها انه normal aging، هاي سببها نورمال ايجينج، واحد من يكبر يصير عنده ضعف بالمشي وشي، هاي ما راح ندرسها لان هاي حاله طبيعيه. اوكي راح نجي ناخذ الاناتومي اند فيسيولوجي اوف جيت. شوفوا يقول لك نورمال جيت ريكواير بريسس كوردينيشن اوف بودي سيجمنت فيا ذا اكشن اوف ذا نيورو ماسكولار سيستم، يقول لك المشي المنتظم مال جسمك تحتاج اكو ترابط بين العصب والعضله والعظم نيورو ماسكولوسكليتال، يعني تحتاج لازم اكو ترابط بين الاعصاب والعضلات والعظام مالتي يلا اقدر امشي مشي بها حظ. حلو فيقول لك يا بين المشي مالتك على مود تسوي coordinated of body segment، لازم حتى انه normal gait تحتاج اكو coordination، تحتاج تناسق بين من بين الحركات بين segment جسمك بين اجزاء جسمك، عن طريق شلون؟ عن طريق اكو تناسق بين العصب والعضلة والعظام. اوكي يسمون neuro musculoskeletal system. Most level of central and peripheral nervous system as well as musculoskeletal component are involved. يعني يقول لك أي جزء من العضلة أو من العظم أو من الجهاز العصبي، سواء كان جهاز عصبي محيطي أو جهاز عصبي مركزي central أو peripheral nervous system، أي جزء من عندهم ينضرب هذا راح يأثر على المشي مالتك. إذن أي level أي مستوى من central nervous system أو peripheral nervous system أو musculoskeletal يعني العضلات والعظام انضربت راح تسبب involved، يعني involved تشمل خربطة بالمشي. حلو إذن الأناتومي and physiology of gait يقول لك يا بالمشي الطبيعية مالتنا تحتاج اكو تناسق بين العصب والعضلة والعظام مالتنا، أي جزء أو على أي مستوى ينضرب الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي أو العضلات أو العظام راح يؤدي إلى خربطة بالمشي. All levels of central nervous system are involved in gait. These include كل جزء من السنترال نيرفوس سيستم راح ينضرب راح يؤدي الى جيت، راح يؤدي الى خربطه بالجيت. من ما راح نجي بهم؟ اول جزء السنترال نيرفوس سيستم هو من هو؟ البرين والسباينال كورد. راح نجي للبرين للسباينال كورد. يقول لك سنترال باترن جينيريتن، اكو نواه موجوده بالسباينال كورد، هذا الحبل الشوكي، الحبل الشوكي اكو بيه نواه، هاي النواه اسمها سنترال باترن جينيريتر. طبعا هاي النواه ايضا اكو موجوده بالبرين ستيم، بالبرين ستيم موجود ايش اسمه، احنا مو عندنا البرين ستيم تكون من ميد برين وبونز ومدله، قاعد اجي للميد برين، بالميد برين اكو ايضا نواه اسمها سنترال باترن جينيريتر، فالسنترال باترن جينيريتر هاي النواه موجوده عند مكانين بالميد برين وبالسباينال كورد. انا ما العلاقه بالميد برين، اجي للسباينال كورد، السباينال كورد اكو بيه نواه اسمها سنترال باترن جينيريتر،
هاي بالنواة موجودة، تسوي تريجر ريبيتيتيف الترنيتنج اند كوردينيتيف موفمنت اوف ارمز اند ليج. هاي هي تسيطر على تناسق حركة الايد ويا الرجل. احنا من نمشي نقدم الايد اليمنى ويا الرجل اليسرى، والايد اليسرى ويا الرجل اليمنى. من المسؤول عن هذا التناسق؟ اكو نواه بالسباينال كورد اسمها سنترال باترن جنريتر، هي مسؤوله عن هذا التناسق بين حركه الايد والرجل. حلو حلو، هاي شوفوا لي اياها، هاي سنترال باترن جنريتر. هسه هذا محرك رجله اليسرى وياها ايده اليمنى، حلو. هاي من المسيطر عليه السنترال باترن جنريتر مالت من مال سباينال كورد، هي المسيطره على هاي التناسق بين الحركه. بعد spinal level activity is modified by sensory feedback and supraspinal control of higher center supraspinal locomotor region. هذا supraspinal higher center هو supraspinal locomotor. شلون descending from brain stem and cerebellum affect spinal cord central pattern generator. اوقف دكتور، هاش دا تحكي انت؟ تعالوا لي على الصوره، هاي الصوره راح تسهل كل شيء. اليوم اني ايش عندي؟ عندي efferent activation، efferent يعني عضلات، وعندي افرنت حسي، عندي هذا سنسري يعني حسي افرنت. حلو حلو، اجيت هذا هنا شكيته بابرة منه، من شكيته بابرة السنسري نيورون وين راح تروح؟ راح تروح للهاير سنتر. وين؟ للسوبرا سباينال هاير سنتر، اللي هو شو يسموه؟ يسموه سوبرا سباينال لوكوموتور ريجن. اوكي، اليوم انا شكيت واحد بابرة الاعصاب الحسيه مالته السنسري نيورونز، ودت الحافز لمن؟ للسوبرا سباينال هاير سنتر. هذا السوبرا سباينال هاير سنتر راح يشنو؟ يدز اشعار للسنترال باترن جنريتر بالسباينال كورد، دز اشعار للسنترال باترن جنريتر. هاي السنترال باترن جنريتر سوت لي موتور اكتيفيشن، سوت لي موتور، ما وخرت رجلي قبل من التشكه مال اوبري، فهمتوها؟ فهنا قاعد يوضح لك اياه، يقول لك يابا السباينال ليفل اكتيفيتي موديفايد باي سنسري فيدباك، بزيت بابره اجى الحافز العصبي، وين راح؟ راح للسوبرا سباينال كنترول فروم هاير سنتر. من هو هذا السوبرا سباينال كنترول اوف هاير سنتر؟ اللي هو سوبرا سباينال لوكوموتور ريجن. هذا السوبرا سباينال لوكوموتور ريجن اجى اشعار من الحافز العصبي، وين راح وداه؟ ديسيندينج ان بات فروم برين ستيم اند سيربيلم افكت سباينال كورد سنترال باترن جنريتر. يعني هذا اللوكوموتور ريجن مش عن طريق ايش اسمه السيربيلر، اوكي اللي هو السيربيلم، اوكي، ودز اشعار لمن؟ للسنترال باترن جنريتر مالت من مال سباينال كورد، وراحت سوت لي موتور اكتيفيشن. اعيدها شباب، احنا عندنا نواه بالسباينال كورد شو اسمها؟ سنترال باترن جنريتر. هاي هي تنظم حركه الايد والرجل، يعني هي شنو؟ موتور، موتور تشتغل تنظم حركه الايد والرجل. حلو حلو، شكيت واحد بابره هنا، اجى الحافز العصبي السنسر الفيدباك، السنسر الفيدباك وين راح؟ للسوبرا سباينال لوكوموتور ريجن. وين هاي؟ بالبرين راح لها. من راح لها؟ هاي دزت اشعار عن طريق السيربيلم والى اخره، نزل الاشعار راح وين؟ راح للسنترال باترن جنريتر، هاي النواه الموجوده بالسباينال كورد، هاي النواه سوت للموتور اكتيفيشن. هاي خلاص حلو، فهذا هو كله. هاي هنا نفس الشيء، انه شو اسمه هذا اجى حافز عصبي صعد وين؟ لللوكوموتور ايش اسمه السوبرا سباينال لوكوموتور ريجن، سوبرا سباينال لوكوموتور ريجن دزت اشعار عن طريق السيربيلم والبرين ستيم، وين راح؟ للسيترن باترن جنريتر مالت من؟ مال سباينال كورد، رجعت سوت شنو؟ اكشن موتور. اوكي اوكي، هاي الصوره اوضح، هاي الصوره اوضح لكم من الجوه. نجي يقول لك سوبرا سباينال لوكوموتور ريجن اوف ذا برين ستيم اند سيربيلم انكلود. طبعا هاي السوبرا سباينال اللوكوموتور ريجن موجوده مو بس بالسيربرام، موجوده حتى بالسيربيلام والبرين ستيم. حلو حلو، برين ستيم من هم؟ اللي هو الميد برين والبونز والميدولا. حلو حلو، هذا السوبرا سباينال لوكوموتور ريجن الموجود بالبرين ستيم والسيربيلام شي شملولي هم باقسام؟ اي باقسام، باقسام من هم؟ اول شيء سب ثلامك لوكوموتور ريجن، سب ثلامك موجوده وين؟ جوا الثلامس. حلو حلو، الميزن كيفاليك، الميزن كيفالك تقريبا موجوده بالبيزال جانجليا. حلو، عندي بعد السيربيلر ميد مش اسمه ميد لاين لوكوموتور ريجن، موجوده بنص السيربيلم بمنطقه الفيرمس. اذا تتذكرون السيربيلم كان اكو بيه هيك مثل شلون نقول نقانق بالنص هيك لازمته رابطه شو اسمه الهيمسفيرات مالت الثنين، هاي شو نسميها الفيرمس. فهاي الفيرمس ايش بيها؟ اكو بنصها لوكوموتور ريجن يسموها السيربيلر ميد لاين لوكوموتور ريجن، موجوده بالفيرمس. وبعد عندنا البونتين لوكوموتور ريجن، هاي موجوده بالبونز. حلو حلو، اعيد
شباب، اللوكوموتر ريجين موجودة بالبرين، بس هل فقط موجودة بالبرين؟ لا، موجودة بالبرين ستيم وموجودة وين؟ بالسيريبيلم. هاي الموجودة بالبرين ستيم والسيريبيلم شنو أقسامهن؟ الصب ثلامك، أول وحدة اللي هي الصب ثلامك، شغلة ثانية الميزنكيفاليك، شغلة ثالثة السيريبيلر موجودة بمنطقة الفيرمس، والبونتين لوكوموتر ريجين موجودة وين؟ بالبونز. هاي إذن يعني حفظوهن حفظ. يقول لك يا بس السيريبيلر فيرمس، الفيرمس مال السيريبيلم اللي هي هاي. الو يقول لك انتجريت بروبريوسبشن فيستيبولار اند فيجوال انفورميشن انتو ذا لوكوموتور سيستم. هاي اللي شو اسمه الفيرمس، اللي شو اسمه الفيرمس الموجوده وين؟ بالسيربيلم. هاي تربط الهيمسفيرات مال السيربيلم اللي هي هاي. هاي شوفوها شو تسوي، انتجريت بروبريوسبتيف فيستيبولار اند فيجوال انفورميشن انتو ذا لوكوموتور شو اسمه سيستم. احنا مو قلنا بهاي الفيرمس اكو نواه اسمها سيربيلر ميدلاين لوكوموتور ريجن؟ هاي السيربيلر ميدلاين لوكوموتور ريجن، هاي النواه موجوده وين؟ موجوده بالفيرمس. هذا الفيرمس راح يجيب شنو؟ يجيب المعلومات مالت من مال بروبريوسبشن والفيستيبولار مال السمع والادراك والفيجوال والرؤيه، يودين لهاي لوكوموتور ريجن. دختو شويه هاي اعصابي، الراد واحد يضبطها. هذا الفيرمس، هذا شنو؟ الفيرمس اكو بنص نواه. هاي النواه شو اسمها؟ النواه هاي اسمها سيري بيلر ميدلاين لوكو موتور ريجن. هذا الفيرمس راح يجيب المعلومات، يجيب منها معلومه مال فيستيبولر مال سمع، يجيب منها معلومه مال بروبريوسبشن مال ادراك، جاب منها معلومه مال فيجوال مال رؤيه، جابهن كلن وداهن الهاي اللي هي السيربيلر ميدلاين لوكو موتور ريجن. فهذا يا شباب الفيرمس يجيب معلومات الرؤية والإدراك والسمع، يوديه للنواة الموجودة بنصه اللي هي اسمها سيربيلر ميدلاين لوكوموتور ريجين. أوكي أوكي، نجي للجيت. يقول لك بيزال جانجليا أوت باتينيوكلاي كونكتد تو ذا ميزنكيفاليك لوكوموتور ريجين. طبعا البيزال جانجليا إذا تذكروهن شو اسمه النواة مالتها اللي هي بيوتامين وال شو اسمه اللنتيكولار نيوكلاي والستراتام. فرونتال كورتكس كونكت، هسه بدي اقرا لكم اياها وبعدين اربط لكم اياها على شكل مخطط. فرونتال كورتكس كونكت وذ سيربيلم فيا ثالاماس اند بونتين نيوكلاي اند بيزال جانجليا كورتيكال اكزيكتيف ريجن. هاي ما لنا علاقه بها. شوفوا شباب، يقول لك البيزال جانجليا النيوكلاي مالتها راح ترتبط بالميزنكيفاليك. حلو حلو. والفرونتال كورتكس راح يرتبط ويا السيربيلم عن طريق الثالاماس والبونتين نيوكلاي. اول شيء راح نجي البيزال جانجليا. هاي البيزل جانجليا اللي وين البيزل جانجليا هي هاي النواتات مالتها. اوكي، هاي البيلجلوبس بالادس والبيوتامين والسمو عن السبستاشين اجرا والستراتم. وهاي اذا وين مرتبطات؟ يقول لك راح يرتبطات بمن؟ بالميزنكيفاليك لوكوموتور ريجن. اوكي اذا يعني راح يرتبطن بالميزنكيفاليك لوكوموتور ريجن. بعد عندنا الفرونتال كورتكس، تعرفون الدماغ كنا نقسمه الى فرونتال لوب، برايتال، تيمبرال، اوكسيبيتال. حلو، يعني التقسيمات مالتنا. وهاي هنا الموتور والسنسري اريا اذا تتذكروهن. هسه ما لنا علاقه، احنا نجي للفرونتال. هذا الفرونتال، هذا الفرونتال كورتكس القشره الاماميه. هاي الفرونتال كورتكس راح ترتبط بالسيربيلم. وين السيربيلم؟ هو صاير وراي، هذا السيربيلم بالازرق. راح هاي الفرونتال كورتكس راح تجي ترتبط بالسيربيلم. شلون ترتبط بيه؟ عن طريق الثالاماس وعن طريق البونتين نيوكلاي. بالبونز اكو هنا بالبونز شيء اسمه بونتين نيوكلاي وهذا الثلامس. فهاي الفرونتال كورتكس راح يدز اشعار للثلامس من الثلامس من البونتين نيوكلاي وبعدين اروح للسيربيلم. يعني انت راح يصير المسار مالته هذا الفرونتال كورتكس دز اشعار لمن؟ للثلامس نيوكلاي. الثلامس نيوكلاي وين وديتها؟ للبونتين نيوكلاي. بونتين نيوكلاي راحت للسيربيلم. فعندنا الفرونتال كورتكس يرتبط بالسيربيلم عن طريق الثلامس والبونتين نيوكلاي. حلو حلو. يقول لك كورتيكال اكسكيوتيف ريجن ار انفولف ان وول فول ووكين. شوفوا شباب تعالوا، طبعا هاي السيربيلر كورتكس اللي هو الفرونتال شلون يرتبط؟ عن طريق البونز اللي هي البونتين نيوكلاي. بس خلينا نكبر الخط. هاي البونتين نيوكلاي والثلاماس راح يرتبط وين؟ راح يرتبط بالسيربيلر. اوكي، بعد هاي شلون؟ هاي الفرونتال كورتكس راح يدز المن؟ للثلاماس. هاي شوفوا منها للثلاماس، والثلاماس وين راح يروح؟ للبرين ستيم، للبونز، للبونتين نيوكلاي. وبعدين وين راح يروح؟ يروح هنا موجود السيربيلم. حلو،
هاي شلون الفرونتال كورتكس يرتبط بالسيربيلا. بعد ايش عندنا شباب؟ هذا الفرونتال، هذا شنو الفرونتال مال البرين. اكو بي منطقه يسموها الاكزيكوتيف فانكشن، هاي منطقه بالازرق عندها وظيفه يسموها الاكزيكوتيف فانكشن. شنو هاي الاكزيكوتيف فانكشن مال الفرونتال لوب مال البرين؟ وظيفتها الولفل ووكينج واستراتيجي روت بلانينج كونتينوس انتر رياكشن وذ انفايرمنت. الوظيفه مالتها تنظم المشي مالتك، والستراتيجيك روت بلانينج شلون تضع خطه للمشي. اليوم هسه انا راح امشي ايد رجلي اليمنى اول شيء، لو رجلي اليسرى، هاي هي مسؤوله عن وضع الخطط. اوكي، وبعد كونتينوس انتر رياكشن وذ انفايرمنت، تسوي الرياكشنات تتفاعل ويا البيئه. مثلا انا قدمت رجلي اليمنى بس شفت بلوعه قدامي رت اوقع بيها، سحبت رجلي اليمنى وقدمت رجلي اليسرى، هاي يسموها انتر رياكشن وذ انفايرمنت. اوكي، فهاي الاكزيكوتيف ريجن الموجوده بالفرونتال لوب هي التنظم وذني ثلاث شغلات، تنظم الولفل ووكينج، الاستراتيجي روت بلانينج شلون راح اضع خطه، اقدم رجلي اليمنى اول شيء، رجلي اليسرى امشي بالعرض بالطول. اوكي، والكونتينوس انتر رياكشن وذ انفايرمنت، ها هاي صار حدث قدامي اكو حفره، خلنا اغير رجلي، ما استخدم رجلي اليمنى استخدم رجلي اليسرى، هاي تنظمهن بالفرونتال لوب. حلو حلو، اذا نعيد بهذا السلايد، عندنا البيزل جانجليا نيوكلاي راح ترتبط بالميزنكيفاليك، هاي البيزل جانجليا، هاي البيزل جانجليا راح ترتبط هنا، تقريبا هي منطقه الثلامس الميزنكيفاليك راح ترتبط هنا بالميزنكيفاليك، هاي خلصنا من عندها. الشغله الثانيه قلنا يابا هذا الفرونتال، بس خلينا ننظف هاي المنطقه مره ثواني، قلنا هاي الفرونتال راح يرتبط وين؟ بالثلامس، ومن الثلامس راح يدز اشعار وين؟ للبرين ستيم. وين البرين ستيم؟ للبونتين نيوكلاي، وراح النوب يرتبطون بالسيربيلام. فعندنا الفرونتال لوب هل يرتبط ويا السيربيلام؟ اي، شلون يرتبط؟ عن طريق الثلامس والبونتين نيوكلاي مال البونز. بعد ايش عندنا؟ اخذنا الاكسكوتيف ريجن شنو وظائفه؟ الاستراتيجيك فور روت بلاننج، الولف الوالكينج، والكونتينوس انتراكشن وذ انفايرمنت. يقول لك ميجر كومبوننت اوف جيتنج انكلود انيشال اند maintenance of rhythmic stepping. الهدف الرئيسي مال تنظيم عمليه المشي هي تنظيم rhythmic stepping. شنو rhythmic stepping؟ يعني مشيه ايقاعيه، يعني انا اقدم رجلي اليمنى وراها رجلي اليسرى، رجلي اليمنى وراها رجلي اليسرى، هذا يسموه مشي ايقاعي rhythmic stepping. affecting balance، احافظ على التوازن مالتي، المشي النورمال مالتي، المشي النورمال لازم شكو تكون؟ تكون rhythmic، تكون اقدم رجلي اليمنى وراها اليسرى، اليسرى وراها اليمنى، هاي رثمك. الشغله الثانيه افكتيف بالانس، لازم خو انا ما امشي كل ساعه واقع، لا لازم عد بالانس محافظ على توازني. الشغله الثالثه اند ادابتشن تو انفيرمنتال فاكتور، والله قاعد امشي ولقيت قدامي حفره، ها لازم انتبه لها، لازم اغير الحركه مالتي. هاي الكومبوننت مال النورمال جيت، انا اليوم شلون اعرف انا مشيته صحيحه؟ لازم اول شيء عد رثمك ستابين، رجلي اليمنى واليسرى وحده ورا الثانيه تمشي. الشغله الثانيه عد افكتيف بالانس، مو امشي وكل ساعه واقع، لا امشي بتوازن. شغله ثالثه، ها شفت الحفره شو شنو قدامي، اقدر ابتعد عنها، اقدر استجب للتغيرات بالانفايرمنت بالبيئه، داير ما دايري. حلو حلو، طبعا هاي ما عندكم بس هاي الاكزيكتيف ريجن اي دعل اي دقلكم تعرفوها انه هي ترى هي موجوده وين؟ موجوده بال ايش اسمه هذا، بالفرونتال لوب بمنطقه جوا البروكس. البروكس تعرفوها هي مسؤول عن السبيتش، رقمها تقريبا 45. حلو، الجيت سايكل حلقة المشي، هاي حلقة المشي شلون تبدي، شلون اكو استجابات عصبية. اقول لك يابا، ها احنا راح ناخذ مثال على هاي الجيت سايكل، شخص يبدي مشي برجله اليمنى، يعني انا اليوم اريد امشي راح ابدي اقدم رجلي اليمنى، شلون راح تصير الجيت سايكل؟ اول شيء انيشيت وين رايت هيل سترايك ذا جراوند، وين ما رجلي شو اسمه الكعب رجلي اليمنى راح يدوس على الارض، هذا كعب رجلي اليمنى داس على الارض، بدت الجيت سايكل. شلون؟ body weight then shifted forward support by stance on right leg. اول شيء انا رجلي سحقت بكعبي الايمن، من سحقت بكعبي الايمن هنا رجلي راح تسوي شنو؟ ستاند، راح تسوي سبورت، دعم. اوكي، دعم المن وبجسمي وبالبودي مالتي بوزن جسمي راح ادفع روحي للقدام. اذا هسه انا من اريد امشي راح ابدا اقدم رجلي اليمنى، اول شيء احط كعبي والكعب مال رجلي، راح اضيف الى وزن جسمي بس شلون اضيف وزن جسمي؟ بدفعه لقدام، فبالتالي راح يندفع وزني لقدام وراح اكمل الخطوه الاولى، هاي اول شغله. ثاني شيء ليفت ليج فلكسز، راح شنو؟ انا من امشي رجلي اليمنى مثبتها بالقاع، حطيت كعب رجلي اليمنى على القاع، رجلي اليسرى قوامها مع القاع، لا راح ارفعها ويصير بها فلكشن. اوكي؟
اند اسمه فليكش ليج ليفت ليج فليكشن ات هيب اند ني اند بودي سوينج فورورد. من سويت فليكشن ايضا برجلي اليسرى جسمي ايضا اندفع لقدام. اذا يا شباب هسه اول شيء هذا هاي رجلي، هاي رجلي اليمنى، وخلنا نغير اللون، هاي رجلي اليسرى حلو. انا اول شيء هاي رجلي اليمنى هذا الكعب مالتها حطيته على القاع، هذا الكعب مالتها حطيته على القاع، اوكي هذا الكعب مالتها حطيته على القاع. ورا ما حطيته على القاع راح ادفع بجسمي للقدام، دفعت بجسمي للقدام. بنفس الوقت هاي رجلي اليسرى راح تكون فليكشن، ايش راح تكون فليكشن؟ هاي الركبه، هاي الركبه، فانا مسوي شنو؟ مسوي فليكشن على مستوى الركبه وعلى مستوى الهيب حلو، وراح سوينج فورورد، وراح ايضا وياها هم ادفع جسمي لقدام. اذا انا اثبت رجلي اليمنى على الكعب مالتها واطي دفع الجسم لقدام، وايضا اسوي فليكشن برجلي اليسرى على مستوى الهب وعلى مستوى الني وادفع جسمي لقدام. حلو حلو. eventually left heel strike ground and weight shifted forward on the left leg. وبالاخير ورا ما سويت هاي الخطوه نرجع، هاي رجلي اليسرى، هسه رجلي اليسرى راح شنو؟ تقعد بالقاع. هاي رجلي اليسرى قعدت بالعفو، ليش يتغير اللون كل ساعه؟ علي لعب نفسي. اوكي هاي رجلي اليسرى هسه شنو؟ صارت مثل رجلي اليمنى، يعني شنو؟ اجت حطت الهيل مالتها كعب على القاع حلو، وراح تنعاد السايكل بالليفت ليج. اذا انا اول شيء احط كعب رجلي اليمنى، ادفع بجسمي، اسوي فليكشن برجلي اليسرى وادفع بجسمي، النوب احط رجلي اليسرى اسوي فليكشن باليمنى وادفع بجسمي، وهكذا. اوكي اوكي يقول لك رايت ليج ذين سوينج فورورد اند جين سترايك ذا جراوند. النوب نفس الشيء راح تسوي، تصير فليكشن بالرايت ليج وراح ترجع ايضا تسوي فورورد، شو اسمه تدوس على السوينج تدفع جسمها لقدام وترجع على القاع والى اخره. النوب يرجع ايضا الرايت هيل سترايك اجين والفول سايكل. هسه افتهمتوها؟ ملخص الجيت سايكل، حطيت كعب رجلي اليمنى على القاع، دفعت جسمي لقدام، سويت فليكشن برجلي اليسرى على مستوى النيو والهيب، دفعت جسمي لقدام، رجلي اليسرى صارت على القاع، سويت فليكشن برجلي اليمنى على مستوى الهيب وعلى مستوى الني ودفعت جسمي لقدام، وهكذا. وظل تنعاد السايكل while one leg is in stand phase and other in swing phase. طبعا اكو شو اسمه تكون على مرحلتين، هو الجيت سايكل، رجل تكون ثابته بالقاع يسموها الستانس فيس، ورجل تكون متحركه يسموها السوينج فيس. اوكي فاذا اذا قال لك الدكتور how many phases of gate cycle، قل له 2 phase، قال لك شنو انه؟ قل له السوينج فيس when foot not on the ground، يعني رجلك مو على القاع، and stand phase when your heel strike the ground، ويكون رجلك على القاع. حلو حلو. both feet are on ground double support about 10% of the time with normal walking. يقول لك يابا اذا كانت قدماك اثنيناتن على القاع يسموه دبل سبورت، راح تقدر تقريبا تمشي على هذا المنوال فقط لمده 10% من المشي مال نورمال ووكينج. شايفين هذا اللي نقول يكرف بالمشي باثنين رجليه؟ هذا اللي يكرف بالمشي يتعب بسرعه، يعني ما يقدر يمشي بصوره منتظمه، بس بنسبه 10% يقدر يمشي، يعني حالته تعبانه، بينما الشخص النورمال لا يمشي 100%. حلو. انواع الجيت، انواع المشي، التايبس اوف جيت، عندنا نيورولوجيكال جيت اوكي، وعندنا نون نيورولوجيكال جيت، وعندنا فانكشنال جيت. اذا انواع الجيت، انواع المشي، يعني انواع الخربطه بالمشي، يا اما مشي عصبيه يا اما مشي غير عصبيه يا اما مشي وظيفيه. نجي للنيورولوجيكال جيت، النيورولوجيكال جيت بها انواع، بها نوع يسموه سنسوري اتاكسيك جيت والباركنسون جيت. هاي الباركنسون اخذوا اسمها الثاني لانها قاموا يستخدمون اسمها الثاني، يسموها فيستينيتنج جيت، لان هذا المريض من يمشي فيستينيتنج جيت مثل اللي يعد فلوس بيده، مثل اللي يحسب فلوس، فيسموها فيستينيتنج ماني جيت، هذا الشخص اللي يحسب بالمال ويمشي. حلو. وفرونتال جيت طبعا هسه راح اراويكم اياها، والنيورو ماسكولار جيت مثل الاستابج جيت والوادلنج جيت والسيربيلر اتاكسيك والسباستيك والريليتد تو فيستيبولار ديسفانكشن. هاي انواع النيورولوجيكال جيت، تعالوا خلينا ناخذهن. اول وحده راح ناخذها الاسباستيك جيت. الاسباستيك جيت هذا الشخص من يحرك رجله راح تكون قويه كلش، تكون قويه بالقوه يمشيها، فهي يسموها سباستنج، مسويه سبازم، سباستيك جيت. حلو. الشغله الثانيه جيت ريليتد تو فيستيبولار ديسفانكشن، يعني واحد عنده مشكله بالفيستيبول. شنو هو الفيستيبول؟ شو اسمه الانر اير، مو بها الفيستيبولار والكوكليه، عندها خلل في الفيستيبول، فهذا مشيته تكون سريعه مثل اللي يركض،
تشوفه مثل اللي يركض ابو الفيستيبيلر ديسفانكشن، مثل شايفين هذا الواحد من فجاه يصعد بالطياره ويصير اطرش، يظل ياخذ لا يطي، يظل يحرك راسه يمين يسرى بس يريد يتحرك، هنا نفس الشيء. فاذا اول وحده السباستيك جيت يكون شي رجله مثل الثقيله، والشغله الثانيه هي الفيستيبيلر ديسفانكشن جيت ديو تو فيستيبيلر ديسفانكشن، هذا تشوفه مثل المشدود. بعد ايش عندنا؟ عندنا الهيمبليجيك جيت. شنو الهيمبليجيك جيت؟ هذا تلقاه ايده هيك حاطها على صدره او على بطنه، هيك تلقاه مسوي ايده ويمشي، تلقاه حاطه، هسه راح اراويكم فيديو، تلقاه هيك حاطه ايده ويمشي. بعد الباركنسون جيت، هذا الباركنسون جيت طبعا هو شويه حان ظهره ويكرف بالمشي برجليه، وهنا مثل اللي عد فلوس بيده، هسه راويكم فيديو، هسه بس خلنا نمشي لكم الصوره انه براويكم فيديو. السيربيلر اتاكزيا، هذا شايفيه الشابخ رجليه بالعرض ويمشي، هيك يمشي شلون فاتح رجليه بالعرض، ما يمشي لقدام، يمشي بالعرض، رجلي ايش اسمه، رجلي يوديها يمنى ورجلي يوديها يسرى، شلون مسافه تصير بين رجليه هواي. الفوت دروب او اللي يسموها ستابج جيت، ستابج جيت، هذا ابو الستابج جيت من يمشي يصلخ القاع راجد برجله تحسه، يعني هيك شايفين اللي يمشي ويدبش دبشه قويه، هذا هو ابو شنو الستابج جيت. والسنسر اتاكزي، هذا جماعه السنسر اتاكزي رجله يمشيها كلش على كيف. الوادلنج جيت هي نفسها شو اسمها السيربيلر اتاكسيا اللي هي من يمشي برجليه واسعه، والاستبج جيت هذا اللي من يمشي تحسه يصلخ القاع راجدي. هسه راح اراويكم فيديوهات بس اقولي. عندنا بعد البوست، هسه راح تقولوا ليش تمشي بين بسرعه؟ لان اي تمشين بسرعه تراكم فيديوهات، لان على الفيديو راح تضبطوهن. البوستيريال لارج جيت، وهذا شيء يمشي حاط ديل ورا، هيك حاط ديل ورا ويمشي، يسموه بوستيريال لارج جيت. والهاند اون ني جيت، هذا حاط ايده على ركبه ويمشي. اوكي، فهسه وين نروح؟ نروح للتلي، تعالوا للتلي. شوفوا لي هاي الوادلنج جيت، يسموها سيربيلر اتاكزي. هاي الفستينيتنج او الباركنسون، شوفوا شلون يحسب الفلوس بيده مثل اللي يحسب الفلوس، وظهره منحني. هاي التندر برين جيت، هاي طبعا المشكله تكون سيربيلر وما عندكم ضمن منهجكم، اوكي؟ هاي تكون تمشي خطوتين ويش اسمه يثني ركبته، يمشي خطوتين ويثني ركبته. شوفوا. هاي السيركمدنكشن جيت، يسوي دوائر برجله. يسوي دوائر، شوف شلون قاعد ترسم دائرة برجلها. هاي الاستبج جيت، شوفوا شلون تحسه يصلخ القاع راجدي. بس هيك يرفس القاع قوي. بس الشوسرنج جيت هاي مو يمكم. ما عندكم هسه تاخذوها. بوستيريال لورج جيت، هذا حاط ايده ورا ويمشي. والهاند اون ني جيت، هذا حاط ايده على رجله ويمشي. والدرانكن جيت، هاي مال مشيه السكاره، هذا الشخص السكران يسوي له اختبار يشوفوه هل هو درانكن جيت ولا لا، من يظل يمشي هيك هذا درانكن يعني شارب. اوكي، هاي هيمبليجيك، هذا اللي حاط ايده على شو اسمه صدره. فهذا فيديو المشي، اتمنى تشوفوه لان كلش حلو يفيدكم. هسه نرجع. اوكي، في هاي ذن المشيات، راح ادز لكم الفيديو طبعا اني حتى تحفظون المشيات مالتهم. طبعا نجي للبريفلنس مالتها، النسب طبعا البريفلنس مالتها هي تختلف طبعا للعمر وتزداد بنسبه العمر، يعني 10% من الاشخاص اللي عمرهم بين 60 و 69 سنه عندهم خربطه بالمشي، عندهم ابنورمال جيت. يعني الاشخاص اللي عمرهم من 60 الى 69% بس الى 69 عم يعني سنه، بس 10% منهم عندهم ابنورمال جيت، يعني عندهم مشي مخربطه. اوكي، و90% مشيهم طبيعي. العمر هم من ايش اسمه اكثر من 80 سنه، يعني عمره 85 86، هذول يكونون 60% هم 60% هم عندهم ابنورمال جيت، و400 40% مشيهم طبيعي. الاشخاص اللي عمرهم اكثر من 85 يكونون 82% هم ابنورمال جيت، يعني عندهم مشكله بالمشي، وبس 18% بيهم صاحين، يعني مشيتهم طبيعيه. الجنرال ايفالويشن اند جيت اسسمنت انيشال ايفالويشن اند اوفر فيو، اجاني مريض من شفته، هذا شفت عنده الخربطه بالمشي، هذا شلون انا لازم اشخصه؟ اول شيء لازم اعرف انه هاي شو اسمه الجيت مالته مال واحد يحتاج ايرجنت، لو لا ما يحتاج ايرجنت. اوقف دكتور، يعني شنو؟ شوفوا شباب، اكو بعض الامراض نشخصها من المشي، يعني يوم انا اجاني مريض من بعيد من شفته يمشي، شفت هذا المريض عنده جلطه دماغيه، هذا قبل لازم اوديه للايرجنسي، مو ايمرجنسي، اكو فرق بين ايمرجنسي
واكو ايرجنسي، ايرجنسي يعني عاجل، يعني كلش بسرعه ايرجنسي. واكو لازم اوديهم ايرجنسي، ولا واكو لازم اوديهم كولد. هاي الكولد يعني براحتك، تريد تودي هسه ورا شهر ورا اسبوع براحتك، هذه يسموها الكولد. فاكو فرق بين الايرجنسي والكولد. تمام. فاني اول شيء على مود اسوي ايفولوشن المن للجيت، لازم اعرف ان هاي الجيت هل هي تحتاج ايرجنت، لو ما يعني هي سيريس كونديشن لو ما تحتاج. راح نجي ناخذ الجيت المشيات اللي اذا شفتهن لازم هذا المريض قبل اوديه للايرجنسي، يعني قبل لازم اوديه طوارئ عاجله. هذا من هو؟ جماعه السيربرو فاسكولار ديزيز، جماعه الستروك اللي عندهم جلطه بالدماغ. ابو الجلطه بالدماغ المشيه مالته تكون شو اسمه مختلفه، يعني مرات تلقاه سيربلر ومرات تلقاه سيربرم، اوكي؟ بس هو من يعني مشيته واضحه، يكون محني كلش ظهره ولازم راسه. هذول جماعه الستروك. السباينال اند نيورو ماسكولار كوز، اشخاص عندهم مشكله بالسباينال كورد او مشكله بالاعصاب التغذي العضلات يعني البريفرال نيرف، هذول ايضا لازم اوديهم ايرجنسي. بعد جماعه الكارديو ريسبيتوري ديستربانس اللي عندهم مشاكل بالقلب وبالجهاز التنفسي، ايضا لازم اوديهم وين؟ للايرجنسي. هسه اذا اول شيء جماعه الكارديو فاسكولار ديزيز، السيربرو فاسكولار، جماعه الكارديو ريسبيرتوري، وجماعه السباينال ونيورو ماسكولار. ثالثه جماعه الميتابوليك ديستربانس، اكو اشخاص من ياكلون شغلات يصير عندهم خربطه بالمشي مالتهم، هذول ايضا لازم اخذهم للايرجنسي. وايضا الانفكشن، اكو عدوات تسوي خربطه بالمشي، خاصه عندكم مرض راح تاخذوه اسمه جوليان بيري سيندروم. هذا الجوليان بيري سيندروم يسوي اسندنج باراليسيس، يعني تبدا من اصبع رجلك الكبير مال رجلك يبدا شلل ويصعد لفوق نتيجه عدوى شو اسمه، اوكي؟ فهذا ايضا دير بالكم عليه. الانفكشياس ايضا لازم اوديهم ايرجنسي حتى قبل اعطيها لقاح ضد الجوليان، اعطيها علاج العفو الجوليان بيري وانهيها. يقول لك يابا الفيرست ستيب اوف ايفولوشن ايم تو ديترماين اوف جي ديسوردرز برايمري ديو تو نيورولوجيكال اور نون نيورولوجيكال. اني اول شيء هاي الجيت لازم اعرفها هي نيورولوجيكال لو نون نيورولوجيكال، اوكي؟ اذا لقيتها نيورولوجيكال لازم اعالجها، اوكي؟ اوديهم لابو الاعصاب. نون نيورولوجيكال لا ما اوديها لابو الاعصاب، حلو؟ وطبعا بس شغله نسيت هنا الفانكشنال والنون نيورولوجيكال جيت. طبعا النون نيورولوجيكال جيت هي اسمها الانتالجيك جيت والكوكزالوجيك جيت والني هايبر اكستنشن جيت. طبعا هاي المشيات اذا النون نيورولوجيكال هاي داخذهم بالمحاضره الجايه لان راح ناخذهم بتفاصيلهم، اوكي؟ والفانكشنال جيت اللي هي شنو؟ يعني جيت نتيجه مو نيورولوجيكال، ما نقدر نحطها ضمن النون نيورولوجيكال، بس هي ورا ما واحد صار عنده نيورولوجيكال ديزيز وراء فتره صارت هاي، فما اسميها نيورولوجيكال اسميها فانكشنال، اوكي؟ يعني جاني مريض، هذا مريض، اوكي؟ هذا مريض صار عنده جيت ابنورماليتي، العفو مو جيت، صار عنده مرض عصبي نيورولوجيكال ديزيز، نيورولوجيكال ديزيز صار عنده نيورولوجيكال ديزيز. ورا هذا النيورولوجيكال ديزيز صار نيورولوجيكال ديزيز وراء فتره مثلا شهرين ثلاثه اربع اشهر اثنين ثلاثه ماكو، يعني وراء فتره صار عنده ابنورمال جيت. هاي الجيت اللي ورا ما صار المرض العصبي ما اسميها نيورولوجيكال، لا شو اسميها؟ اسميها فانكشنال، اوكي؟ وقلنا ان نيورولوجيكال عندنا موضوع خاص بها. طبعا هنا يقول لك اهم شيء على مود تعالج التلجيت لازم تشوفها هل هي نيورولوجيكال او نون نيورولوجيكال، هاي كلش مهم. طبعا شلون انا اعالج الجيت؟ لازم اعرفها هي نيورولوجيكال لو نون نيورولوجيكال. بعد يقول لك جيت اوبزرفيشن اند ديتيلد فيزيكال اكزامينيشن كان فرذر ايدنتيفاي سايت اوف مال فانكشن. انا كملت من شنو؟ كملت من باوعه للجيت مالته، حددتها هي نيورولوجيكال لو نون نيورولوجيكال، وراها شو اسوي على مود اعالجه؟ هسه مثلا جاني مريض باوعت الجيت مالته شفته نيورولوجيكال، كملت يعني هسه حددتها نيورولوجيكال، وراها شو اسوي؟ اسوي له فيزيكال اكزامينيشن على مود اشوف شنو المضروب بجسمه. اذا انا اول شيء حددت هي نيورولوجيكال ولا نيورولوجيكال، ثاني شغله اسوي له اكزامينيشن، اسوي له فحص على مود اشوف وين الجهاز عنده ضارب، الركبه ضاربه، المفصل مالته ضارب، دماغه ضارب، اوكي. الشغله الثالثه اوديه انفستيجيشن، اوديه تحاليل. شنو هي التحاليل؟ اوديه الماجنتات ريزونانس ايمجينج اللي هو الام ار اي اللي هو احنا نسميه الرنين المغناطيسي، اوديه رنين. اذا هسه انا شلون اشخص مرض اجاني هذا الشخص، اوكي؟ عنده شنو؟ عنده ابنورمال جيت، هاي رجليه هيك مسويات ابنورمال جيت. اول شغله لازم احدد هل هاي الجيت هي نيورولوجيكال
لو نان نيورولوجيكال، نان نيورولوجيكال، هاي اول شغله. الشغله الثانيه اسوي له اكزامينيشن على مود اشوف يا جزء من عده ضارب، اشوف يا بارت من الجسم صار بي مال فانكشن، فقد وظيفته، ركبته فقدت وظيفتها، الالبو مالته فقد وظيفته، الشولدر، الني، اللي اسمه النيك، عضلات ايش اسمه فقرات النك خربين، شو شنو. كملت الاكزامينيشن وحددتها، وراها شو اسوي؟ اوديه انفستيجيشن، اوديه تحاليل. شو اوديه؟ اوديه ام ار اي، رنين مغناطيسي. اوكي اوكي يجي لك ايفولوشن اوف جيت ديس اوردر انكلود. طبعا هاي شو اسمه ورا ما شخصته واذني لازم شو اسوي؟ الكلين هاي نفس نهايته يجي لك كلينيكال اوبزرفيشن اوف جيت. اول شيء ابغى اعلي الجيت، هل هي نيورولوجيكال اوبزرفيشن، الاحظ هل هي نيورولوجيكال او نون نيورولوجيكال، عايدها الدكتور ما ادري ليش. الشغله الثانيه لازم اودي نيورولوجيكال اند اورثوبيديك اكزامينيشن، اسوي له فحص يم ابو الاعصاب وفحص يم الدكتور ابو الكسور خاص بالعظام والكسور، اخليهم يسوي له اكزامينيشن. الشغله الثالثه اسوي له شيء يدعم الدايجنوسيس والاكزامينيشن اللي هو من هو اودي انفستيجيشن، مثل من مثل ام ار اي، يعني نفس نعايته بس بغير صيغه. نش قلنا؟ قلنا اول شيء نحددها هي نيورولوجيكال او نون نيورولوجيكال. هنا يقول لك سوي اوبزرفيشن للجيت، يعني لاحظها، لاحظها يعني شوف هي نيورولوجيكال او نون نيورولوجيكال. الشغله الثانيه احنا قلنا شو نسوي؟ نسوي اكزامينيشن. هنا يقول لك ودي لابو الاعصاب والاورثوبيديك وابو العظام على مود يسوي له اكزامينيشن. الشغله الثالثه يقول لك سوي شيء يدعم التشخيص اللي هو الانفستيجيشن، يعني شو اسوي؟ يدعم التشخيص ويدعم الاكزامينيشن اللي هو شنو؟ الانفستيجيشن، اوديه ام ار اي. فاذا نفس الشيء حاجين بس بصيغه ثانيه. فيديو صار طويل، الهيستوري والهيستوري اوف بريزنت النص والفيزيكال اكزام، اذا ان شاء الله ناخذهن شو اسمه بالبارت الجاي. فبالنهايه شو نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك تجعل الصعب سهلا، انك على كل شيء قدير. كل التوفيق اخوان.